في الملف العراقي أعود إلى زميلي وسام يوسف، وهذه المرة عبر الهاتف ينضم لنا من أربيل مباشرة. وسام، طبعا أنت تتابع من البداية معركة الموصل وحال الأهالي وحال المدنيين منذ بداية المعركة، الآن بعد أن تم تحرير المدينة وإعلان التحرير. كما تابعنا في التقرير، ربما جسر الموصل العائم هو السبيل الوحيد الذي أصبح أمام الأهالي لبناء حياة جديدة والعودة إلى مناطقهم. لو تحدثنا أكثر عن كيف يبدو حالهم وعن استخدامهم لهذا الجسر، وإلى أي مدى فعلا هناك حركة عودة إلى المناطق المحررة؟ نعم، بما يخص موضوع الانتقال بين الجانب الشرقي لمدينة الموصل والجانب الغربي، هذا ليس الجسر الوحيد. طبعا ذكرتم بالتقرير ان هنا الجسر الوحيد جسر النصر ليس هو الجسر الوحيد الذي يربط شطري المدينه، هناك جسر رئيسي اخر يستعمله المدنيون هو جسر النميره الذي يبعد 10 كيلومترات جنوب الموصل. هذا الجسر تحديدا جسر النصر هو جسر عسكري سمح في الايام الاخيره بعبور المشاة راجلين، وانما اهالي الموصل بشكل رئيسي يستعملون جسر المنيرة الذي يبعد 10 كيلومترات جنوب المدينة. أنا أنجزت تقريرا حول الموضوع حول الجسور في مدينة الموصل قبل يومين، أنجزت هذا التقرير، طلعت على أضرار الجسور، جسور الموصل التي تربط شطري المدينة التي هي مدمرة، وأيضا زرت هذا الجسر جسر النصر الذي يسمى جسر النصر الذي هو جسر عسكري لحد الآن، والجسر الآخر الذي يستعمله عشرات الالاف. نعم وسام، موصل. نعم بالفعل هناك حاجه ماسه وحاجه ملحه جدا الى انجاز احد الجسور الخمسه التي تم تدميرها وضربها قبل عمليات تحرير الجزء الغربي من مدينه الموصل. التقيت بمسؤول مجلس محافظه نواف لغنا. نعم طيب وسام، سنتابع معك بشكل مفصل هذا وفي انتظار طبعا تقريرك عن الوضع الانساني وعن عبور المدنيين. شكرا لك على هذه المداخله وسام يوسف عبر الهاتف، كنت معنا من اربيل طبعا مراسل الاخبار الان.